طيب خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لكانو سبورت. مباراه ان شاء الله هتقام يوم 14 سبتمبر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. النهارده كان في مران بدني ثم تدريبات بالكره وفقره فنيه مطوله اشتملت على تقسيمه بمشاركه الحراس. ابرز الغيابات في تدريب اليوم: علي معلول واليو ديانج وجيرالدو، طبعا كل واحد فيهم بسبب سفرهم الى بلادهم للانضمام لمنتخبات تونس ومنتخب مالي الاولمبي. ايضا شهد المران استمرار غياب جيرالدو المتواجد مع المنتخب الانغولي، وغياب طبعا اللاعبين المصريين المنضمين للمنتخب الاولمبي المصري. النهارده محمد الشناوي عمل جلسه في الجيم مع كابتن ايضا رامي ربيعه بيؤدي جلسه علاج طبيعي. رامي ربيعه ان شاء الله يعود في خلال اسبوع او 10 ايام، يرجع ان شاء الله للتدريبات الجماعيه. كل التوفيق لكابتن رامي ربيعه ويعود سالما الى التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. طيب كريم نيدفيد برضه بيواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي. كريم نيدفيد إن شاء الله يرجع ويبقى أحسن وأحسن خلال الفترة القادمة. دي كانت أخبار سريعة الحقيقة عن النادي الأهلي وعن لاعبي النادي الأهلي.